بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حدبا ولا ليال وحاربنا ما أنت إن كهذا الم إن شاء الله دو ربي نقدره موضوع كسابسا وهي لنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال وحان أقن هاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو يهاي خير خلق الله، إنو يا خير البشر، إنو يهمدك إله سبحانه وتعالى وكدورتي من فوق سبع سماوات وأسر ديبي الرسالة ونكو كرامي ومدان إلهي كشرف وحابضتي الزبن كان وآد أسر بضتي إن ما نوالبا أي قال ذا إيدادك قال رعي ذا أي علاد إيه لبات النبينا صلى الله عليه وسلم عردي جيسي إيه الشرف كيس أي كهيان سيدي مركي ونولاب علاد إيه لبات ذا أي ألقبين أو أي أولاد قال لما يين أي حد مركي ونبي محمد إنتي صلى الله عليه وسلم عردي جيسي إيه الشرف كيسي إيه كرامة ديسي أي ما نوالبا ما لغا نعيا ورمحانا لقد بون دديهم مسلمين تاه محانا لقد بون إنا سمينو وحانا لقد بو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا دين تان إنان سيدا يقول إن تان داتكي صحابة ها داتكي أهل ومارك تاي وان واناكسانا إنان أقول لمن سببتو أه إسلام كوحو إلا لي شان شيء وحا أغهري الدين المال النفس العرض النسب دين تا إلا لنتا يدواسي دين تا إلا لنتا يدوا كتابك اللي إلا ليو الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورمرك أد أقيرون ويس دين تادي أو كتابك أد أقيرون ويس معنا وبقال أنتو كتابك سوق هذا جيجيحة وهرتي أنكو قبايا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معنا كستكرتون سلقى السمعينا ولا أفلق أدينا ورمحا إنو هارينا أنو معرك تاي أن دفعنا ورمحا دومو حانو قيرون دونا نفس دينا مصو حانو قيرون دونا عردقينا بس النصب كأني أولادنا ون مارك تقيرون دون سؤال الله سبحانه وتعالى قلنا لي هاي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي أيا أجا أوليس المؤمنين تنفط ورنفط هذا إيه مال كذا إيه أولاد هذا إيه أهل كذا بوحى كهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرك النبي دفاع ويسن أو أنا قال إسخو كان دري أو قال ذي نكلا ججبس أو قبيل نلاك لقيبي أو قل قلنا نلاك لقيبي أو كح كح نلاك لقيبي وحي دونان أي سميستين وحي ربان أي كل قاقين سببته أو وحي أجادين مال أي نغبصدين ورمحات أك إلى أذين ضيهم مسلمين تأ قف والبعلا دا قديسي أوديسي أنتي وشج منكر كأهر استأكر محوهر استأجوا وتو حديث النبي قال لها صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومرك اللي جاء مسيه وأنا اللي جاء هلين أم إن يرأي كهل ليسو محا حاجة إيمان كيني آذايا ياس إنو إلى اليدين تان إيا شرف كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا كتاب كينا إيا كرامة مسلمين تيا لوغا باهاني معيد قار وحل سارن إيا جرتو ورمحا كود عي مركي شخصي أما قف وحلا ييل وات الله بنام بحو وات الله مضاهر هذا وات الله ما عرفت دقالما محا لوغو دقالمي واي محا لوغو بنام بحي واي محا لوغو مضاهر هذا واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أفلقا دادي سمعان والبا أي صو نقن قون يسو أو أنا صنط أهين أو نكو أهين أو نلبا أهين معان والبا قفكي إسكسو نفسه دابا وما عرفت أي أو إيشيغي إسكاد واقع الله سبحانه وتعالى وحول لنا هاي آياديس قرآنك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا هاتين أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أمضيه كو خير بضن لماذا؟ تأمرون بالمعروف وناق آيات فرتان وتنهون عن المنكر حمان تضربتان ورمرك عن حمانتي ويبصور أفتي الظلمي يدقال نبي اللغوها يدولان عن كهلي وينه خير يدي حقين كهلينا فين خير يدي حقين مرتي؟ آه وخير يدي أمضان
xageen ka helaynaa? Walaalayaal fadhiga ka kaca, gaalada maalin walba waxbay isku soo daydaa, maalin walba waxbay isku soo daydaa in horteenna maalin walba lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waa arrin khatiir ah oo xun oo ma aragtay aad u dhibaato badan. Sababta oo ah waxayna tijaabinaa heer, maxaa noo dambeeya haddii diinteennii laga bilaabay oo diinteennii ayba noo dhoorneyn? Warma sharafkaaga kuu dhoormi doono waa maya? Warma nasabkaaga kuu dhoormi doono waa maya? Warma maalkaaga kuu dhoormi doono waa maya? War waxaad samaysaan ka istaaga meeshoo ka dhiidhiya. War rag malahan oo haween malahan waa in loo wada istaagaa, khaasatan haweenkii aawe iyaga laftoodooda waxaa lagu ogaa inay ma aragtay si aada uga hadlaan oo ka dhiidhiyaan. Warmaa ka kacdaan meesha? Warmaa fadhiga ka istaagtaan? War Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam qof walba intuu awoodo muu ku difaaco. Waatuu Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam Sacad ibnu Abi Waqaas dagaalkii Uxud markuu difaacay uu lahaa fidaaka abi wa ummi, irmi yaa Sacad, aabaha iyo hooyada lagugu furay, fallaartii soo dhacday uu isaga isu dhigaay. War haddaan shalay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu noolay aan difaaci lahayn? War hadda sharafkiisa maan difaacno? War hadda maan ma aragtay ka hadalno? Walaalayaal, waxaa loo baahan yahay qof walba intii uu awoodo inuu ka hadlo, qof walba intii uu awoodo inuu difaaco. Kii awood gacan u leh, kii afka u leh, kii ma aragtay habaari kara, kii ma aragtay wax sheegi kara, kii dadka baraarujin kara, nin walba intaad awoodo diintaada iyo rasuulkaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo kitaabkaada iyo islaanimadaada difaaco. Insha allah halkan waxaan rabaa xoogaa buraanbur ah oo aan uga diyaariyey difaaca Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam inaan ka tiriyo, waana kan ila dhegaysta. Subbanaw nabige na sallallahu alayhi wa sallim, allahum salli ala nabiyina Muhammad. Islam ka sare ya iyo no diinta no sadiqay, Islam ka sare ya iyo diinta no sadiqay, saxiixa qur'aanka iyo no la yimid samaha, sunnaha iyo faralka iyo khayrka no sallimay, siradul mustaqim ka iyo noola yimid suhdiga, sama hariira naarta iyo nooga digaysiinada, sabca samaawaati subaanihi laga ayiday, sabca samaawaati subaanihi laga ayiday, sinjiga dhaladkiisu yahay soo career cadnaan, sifaha khuluqi sabani adam lama sinayn, suradda quruxdi sabani adam lama sinayn, sifaha khuluqi sarabigay ka dhigay saxiix, subbanaw nabigeena sallallahu alayhi wasallam, allahum salli ala nabiyina Muhammad. Sidee gaal sayn la sumcaadiisa ugu dhacaa, sidee gaal sayn la suraadiisa ugu dhacaa, suyuufti islaamka iyo aaway sarakicii, sufuufti khaalid iyo meeya salaaxuddiin, salafka wadadu mariyo aaway siiradii, saxiixaankiiyo axaadiisti wada sugneed, samcan wadaacaya maxaa sawdka looga dhigay, samcan wadaacaya maxaa sawdka looga dhigay, sifeeya sahyuunigiyo gaalka saancadka, sifeeya sahyuunigiyo gaalka saancadka, siliibkiya maca tablehey seerahooda guba, salaw ku rida gaaladoho yaanay sama kulladiin, salaw ku rida gaaladoho yaanay sama kulladiin. Haddaba walaalayaal, buraanburkii halkaas ayuu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa dad badan oo muslimiin ah oo i dhegaysan doonta insha allah, oo i maqlaysa insha allah, oo i maqli doontana inuu gaaro codkayga iyo codad badan oo dad muslimiin ah. Walaalayaal, waa inaynu difaacnaa diinteenna, waa inaynu difaacnaa islaamka, waa inaynu difaacnaa nabigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Ilaahay nagu karaamiyey, ilaahay nagu sharfay, khalqigan uu ilaahay sharaf ugu yeelay
وأسو دي بدينته الله سبحانه وتعالى أو دورتي وإنا نقرب استاغنا وإنا هالكي أي مرين داتكي ومناكسنا إي أساق دينتي ندرتي أدنتي إي نبيك دفاعي سأدنتي إي لو ديلي إنا إنو هالكا مرنا وأدقارنا إيسان دينتان وحي الله سوامري آل ياسر واتو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولها اسبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة سمية عمار بن ياسر هو يديس وأدوكتين وحالو دل إلهي درتي سألو دل يدين تان يا نبي محمد إنا الرعضي صلى الله عليه وسلم ياسر أساقنا سيدي لو تعذيبنا أو لو عذاب أي عذاب كورنت محا أنك نوديدن إن آينو دفاعنا ونقرب استاغنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إردي يسي شرف كيسا أنا ما أركتي دفاعنا محا نوديدن محا نوديدن وحكا لو نوديدن ماله وأدوني جعيل ونفس جعيل وحكا لي تنو مديدن مركو ولا ريال آخر هذا إن الدنيا دي إن الله نوها جاجيو وحان إذن لا يدتك مسلمين تميلا جوكتان با كوبرارو حقنا كل انت حقنا كل ولا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.